نحن تعلمنا على يد أبونا الشيخ زايد بن سلطان هذا طيب, طيب الله أثره. هو شاعر الأول وهو اللي يعني علمنا الصراحة مبادئ كثيرة مش فقط الشعر غير الشعر أمور كثيرة في الحياة سبحان الله. فحن نحن ننتج نهجه وهو أوصانا بأشياء كثيرة ونحن الحمد لله رب العالمين والشباب دولة الإمارات كلهم اتبعين هذا النهج. الشعر طبعا يمثل لي شيء الكثير. العيد في الشعر والشعر عيد. أنا أعتبر أن الشعر عيد والعيد شعر سبحان الله بالفعل لأن الفرحة الفرحة كبيرة جدا خصوصا أنك تلتقي مع أصدقائك تلتقي مع أسرتك تلتقي مع أهلك. صحيح. هي فرصة للالتقاء فرصة للتعاون فرصة للتكافل فرصة للتلاحم للتآزر. العيد طبعا هو التسامح هو السعادة هو الوطن. يعني الوطن شيء كبير جدا. صحيح. لأنك أنت لما تعيش الوطن بعمق تشعر بالسعادة. وبالفعل لأن قيادتنا الرشيدة والله الحمد ما مقصر على كل مواطن إماراتي وحتى المقيم في دولة الإمارات. السعادة في كل مكان في تعاملنا في ذهابنا في سيرتنا إياتنا كلها الحمد لله. أي مؤسسة تدخلها أي مرفق تدخله تحصل في السعادة. فبالتالي في دولة الإمارات العيد موجود في كل ثانية وكل دقيقة وكل ساعة لأن السعادة موجودة في كل مكان في كل مؤسسة. ونحن دولة سعادة والله الحمد دولة تسامح ودولة وفاء وعطاء بلا شك. هاي كل المعاني الجميلة متوفرة وموجودة في دولة الإمارات ولله الحمد. الله نحن كلنا في أعياد دائما إن شاء الله.